بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. في لقاء سابق وقفنا في كتاب شرح شذور الذهب لشيخنا ابن هشام رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. يقول: ثم قلت: الثالث المثال، وهو ما حول للمبالغة من فاعل إلى فعال أو مفعال أو فعول بكثرة أو فعيل أو فعل بقلة. وأقول الثالث أي من الأسماء العاملة عمل الفعل أمثلة المبالغة. ولذلك يقول في المتن أو في المقدمة: المثال. مثال يقصد بإيه؟ ليس المثال اللي هو موجود في علم الصرف، اللي هو ما كان أوله حرف علة مثل وعد، لا، هو قال المثال يقصد أمثلة المبالغة، وهي عبارة عن الأوزان الخمسة المذكورة اللي هي فعال مفعال فعول فعيل فعل، محولة عن صيغة فاعل. يعني إذا قلنا فلان ضارب أو فلان آكل على وزن فاعل، إذا أردنا الكثرة قلنا أكال على وزن إيه؟ فعال. طيب، لقصد إثارة المبالغة والتكثير. يبقى هذه الصيغ الخمسة فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل محولة عن اسم الفاعل. السبب لإثارة التكثير والمبالغة، وحكمها حكم اسم الفاعل، فتنقسم إلى ما يقع صلة الأل فتعمل مطلقا. يعني يقول يعني إذا اقترنت بأل تعمل مطلقا، وهذا الكلام قلناه في اسم الفاعل. فإذا قلنا مثلا: حضر القارئ الدرس الآن غدا أمس، فتعمل مطلقا، يعني سواء كان الزمن الحال أو الماضي أو الاستقبال. فكذلك صيغة المبالغة، يعني إذا قلنا مثلا: حضر، بدل ما أقول الضارب زيدا أقول الضراب زيدا أمس الآن غدا. وإلى مجرد عنها، يعني مجرد من أل، وقلنا اسم الفاعل مجرد من أل يعمل بشرطين: أن يكون زمنه الحال أو الاستقبال، وأن يعتمد يعني يسبق بمبتدأ أو باستفهام أو بنفي أو بموصوف. مثال إعمال فعال قولهم أي العرب: أما العسل فأنا شراب. يبقى أنا مبتدأ ضمير منفصل مبني في محل رفع، شراب هو ده الخبر، ودي صيغة يا أولادي مبالغة، يبقى شراب على وزن فعال، وفاعل شراب مستتر تقديره أنا. أما العسل يعني مهما يكن من شيء فأنا شراب للعسل. وقول الشاعر: أخا الحرب لباسا إليها جلالها. أخا الحرب يعني يا أخا الحرب، فأنا منادى بأداة نداء محذوفة. يبقى يمدح نفسه ويفتخر على خصمه فيقول له: إنك لا تراني في حال من الأحوال إلا مواخيا للحرب كثيرة لبس الدروع لكثرة ما أخوض من غمرات الحروب. على كل، الشاهد قوله لباسا جلالها، حيث أعمل صيغة المبالغة عمل اسم الفاعل أو عمل الفعل، لأن كل هذه يعني مصدر يعمل عمل الفعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل، وصيغة المبالغة تعمل عمل الفعل. فقوله أخا الحرب لباسا جلالها، يبقى جلالها مفعول به لكلمة لباس، يعني لباس أنا جلالها. إعمال فعول قول أبي طالب: ضروب بنصل السيف سوق سنامها. طبعا المقصود سوق سنامها، يبقى سمانها يعني جمع سمينة، يعني يريد أنه ينحر للأضياف السمين من إبله،
ضروب يعني هو كثير الضرب، يعني ينحر إبره بكثرة، يدل على يعني كثرة كرمه وجوده على أضيافه. ضروب بنصل السيف سوق سمانها، من الذي نصب سوق؟ هو ضروب، كأنه قال يضرب بنصل السيف سوق، فكما أن الفعل نصب المفعول فكذلك صيغة المبالغة نصبت المفعول. قال وعمل هذه الثلاثة كثير، فلذلك اتفق عليه جميع البصريين، يعني هذه الثلاثة تعمل عمل فعل بكثرة. ومثال اعمال فعيل قول بعضهم إن الله سميع دعاء من دعاه، إن حرف ناسخ، لفظ الجلالة اسم إن منصوب على التعظيم، سميع يبقى إن الله سميع، يبقى لفظ الجلالة اسم إن، وسميع خبر إن مرفوع، دعاء ده مفعول به لسميع يعني يسمع دعاء. وأعمال فاعل قول زيد الخيل رضي الله عنه أتاهم أنهم مزقون عرضي، يبقى مزق على وزن فاعل، وواو الجماعة دي فاعل، وعرضي ده مفعول بس منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. قال وإعمالهما قليل، يعني إعمال فعيل وفعل في رفع الاسم ونصب الخبر هذا قليل، فلذلك قال في سيبويه فيهما قوم من البصريين، يعني قوم من البصريين خالفوا سيبويه إمام النحاة، ووافقهم منهم آخرون، يعني سيبويه يرى إعمال الجميع، بعض البصريين خالفوا شيخهم وبعضهم وافقه، ووافقوا بعضهم في فعل لأنه على وزن الفعل، لأن لاحظ أن فعل على مثل حذر على وزن فعل، وإحنا برضو عندنا يعني فعل على وزن فعل، يعني كلمة علم أو فرح مع على وزن فعل. وخالفهم في فعيل، يعني بعض العلماء وافق سيبويه في إعمال فعل لأنه على وزن الفعل، وخالفه في فعيل لأنه على وزن الصفة المشبهة زي ظريف، ومعلوم أن الصفة المشبهة تصاغ من اللازم، أقول ظرف فهو ظريف، جمل فهو جميل، فهي تكتفي بفاعلها، لكن إذا نصبت المفعول يسمى عند النحاة مشبه بالمفعول. فإذا قلنا مثلا زيد حسن الوجه، يبقى الوجه منصوب على أنه مشبه بالمفعول. لماذا قلنا مشبه؟ لأن الصفة المشبهة تصاغ من اللازم ولا تصاغ من المتعدي، وهذا السبب هو الذي جعل النحاة يقولون صفة مشبهة يعني مشبهة باسم الفاعل، كما أن اسم الفاعل ينصب المفعول إن الله بالغ أمره، كذلك الصفة المشبهة لما نصبت أصبحت تشبه اسم الفاعل في نصبه للمفعول وفي مجيئه على المثنى والجمع. طيب وأما الكوفيون فلا يوجزون إعمال شيء من الخمسة، يعني الكوفيون لا يعملون هذه الأوزان عمل الفعل، ومتى وجدوا شيئا منها قد وقع بعده منصوب أضمروا له فعلا، يعني يقول يا شيخ رضا يعني مثلا إن الله سميع دعاء، يقول دعاء ليس منصوبا بسميع، منصوب بفعل محذوف، إن الله سميع يسمع دعاء من دعاء، يعني اعتبروها مفعول لفعل محذوف. قال الشيخ رحمه الله وهذا تعسف، سمعنا يا شيخنا. ثم قلت الرابع اسم المفعول، اسم المفعول يا شيخنا ده يصاغ من الفعل الايه المبني للمجهول، معايا يا سيدنا؟ يعني ضرب اقول هو مضروب. طيب اسم المفعول وهو مشتق من فعل لمن وقع عليه، اقول ضرب زيد فهو مضروب، ماشي يا شيخنا؟ واكرم فهو مكرم. طبعا اسم الفاعل اسم المفعول من الثلاثي على وزن مفعول، ضرب فهو ايه مضروب، من غير الثلاثي اجيب المضارع ثم يقرب اقلب ياء المضارع من مضمومه وافتح ما قبل الاخر، فانظر كيف كان عاقبه المنذرين. واقول الرابع من الاسماء العامله عمل الفعل واسم المفعول، وفي قولي في حده يعني في تعريفه ما اشتق من فعل من المجاز،
من ايه يا شيخنا؟ من المجاز ما تقدم شرحه في حد اسم الفاعل. المفترض يا شيخنا اسم المفعول يشتق ويصاغ من المصدر وليس من الفعل، لأن اشتقاقه من الفعل هذا ما قال به الكوفيون، لكن الرأي الراجع عند أهل العلم أن اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة كل هذا مشتق ومأخوذ من المصدر. فخذ من الضرب ضارب ومضروب وضراب، صح يا شيخنا؟ إذا مضروب مشتقة من المصل والضرب وليس مشتقة من ضربة، لكن هو يقول قولي هذا مجاز، المجاز استعمال اللفظ في غير ايه موضع له. خلاص يا شيخنا؟ طيب، لمن وقع عليه مخرج الافعال الثلاثه، لان اسم الفاعل هو الذي قام بالفعل، صح؟ وكذلك صيغه المبالغه، ماشي يا مولانا؟ لكن اسم المفعول هو ايه؟ من وقع عليه الفعل. والاسمي الزمان والمكان، طبعا اسم الزمان والمكان لم يقع عليه الفعل، انما يعني ايه؟ يدل على مكان حدوث الفعل او زمان حدوث الفعل. ومثلت بمضروب ومكرم لانبه على ان صيغته من الثلاثي على وزن مفعول، زي مضروب ومقتول ومكسور وماسور ومن غيره بلفظ مضارعه بشرط ميم مضمومه وفتح ما قبل اخره، مثل مخرج ومستخرج. واضح يا شيخنا؟ وشرطهما على ما يتحدث يا مولانا، على صيغ المبالغه وعلى اسم المفعول. وشرطهما كاسم الفاعل، اي اقول شرط اعمال المثال، المثال يقصد امثله المبالغه يا مولانا، واعمال اسم المفعول كشرط اعمال اسم الفاعل على التفصيل المتقدم. انظر الينا يا شيخنا، على التفصيل ايه؟ المتقدم. والتفصيل المتقدم قلنا ان اسم الفاعل إذا كان مقترنا بأل عمل مطلقا، أقول جاء القارئ القرآن أمسي الآن غدا، وإذا كان مجردا من أل عمل بشرطين، أن يدل على الحال أو الاستقبال، وأن يعتمد يعني يسبق بمبتدأ أو بموصوف أو بنداء أو بنفي أو باستفهام. طيب، ثم قلت الخامس الصفة المشبهة، الخامس يعني إيه يا شيخنا؟ من الأسماء اللي عمل عمل الفعل، الصفة المشبهة، وهي عبارة عما ذكرت، مع عما ذكرت في المقدمة. في المقدمة قال يا مولانا كل صفة صح تحويل إسنادها إلى ضمير موصوفها وتختص بالحال وبالمعمول السببي المؤخر، وترفع فاعلا أو بدلا أو تنصب مشبها أو تمييزا أو تجرؤ. طبعا الكلام ده محتاج شرح يا شيخ. طيب يلا خليك معايا كده واسمع الشرح. يا رب يسر وأعن يا رب. اسمع يا شيخنا يا حبيبنا. قال شيخنا رحمه الله الصفة المشبهة كل صفة صح تحويل إسنادها إلى ضمير موصوفها وتختص بالحال، ماشي يا سيدنا؟ أيوة. وبالمعمول السببي، المؤخر، وترفعه فاعلا أو بدلا أو تنصبه مشبها أو تمييزا أو تجره بالإضافة. إلا إن كانت بأل وهو عار منها. هنجيب مثال ك
كي يتضح المقال. ماشي يا سيدنا؟ زيد حسن وجهه. اسمع يا مولانا، كل صفة اللي حسن، والمقصود بالصفة ليست الصفة التابعة للموصوف، المقصود بالصفة اللي هو الوصف، يعني اسم فاعل اللي هو الاسم المشتق يعني. يعني لأن في بعض الناس ممكن يفهم كلمة صفة يعني الصفة التي تتبع الموصوف، لا، المقصود بالصفة يا شيخنا اللي هو كل وصف اللي هو اسم مشتق عبارة عن اسم فاعل أو اسم مفعول أو أمثلة مبالغة أو صفة مشبهة، كل هذا مشتق من المصدر. صح يا شيخنا؟ فالحسن خذ منه حسن يحسن، حسان صيغة مبالغة. طيب، كل صفة اللي هي حسن صح تحويل إسنادها. صح يا شيخنا؟ صح؟ أقول زيد مبتدأ، حسن خبر، مش كده ولا يا ولاد؟ طيب، حسن وجهه، وجهه فاعل لمين يا شيخنا؟ لحسن. إذا الصفة المشبهة ترفع الفاعل. أيوة، كأنك قلت حسن وجهه. فهو يقول صح تحويل إسنادها، فهي مسندة إلى الفاعل هو وجه. صح تحويل إسنادها إلى ضمير موصوفها. شوف، حسن وجهه، حسن وجهه، هذه إلى ضمير موصوفها اللي هو زيد. يبقى هنا حولنا إسناد حسن إلى الفاعل هو وجه، والفاعل فيه ضمير يعود على الموصوف. وتختص بالحال، يعني هي تختلف عن اسم الفاعل. اسم الفاعل زمنه الحال أو الاستقبال. الأستاذ شارح الدرس الآن، شارحه غدا. إن الله بالغ أمره. بعكس الصفة المشبهة، زمن الحال، لما أقول زيد حسن وجهه يعني الآن. طيب، وترفعه فاعلا، يعني ترفع المسند إليه اللي هو ما وقع بعده، ترفعه على أنه فاعل أو على أنه بدل. زاد حسن وجهه، ده اسمه بدل اشتمال. طيب، وتنصبه، لما نقول حسن وجهه بالنصب على أنه مشبه بالمفعول به، أو تمييز. لو قلت مثلا حسن وجها بالنكرة كده، يبقى أنه تمييز، لأن التمييز اسم نكرة منصوب. إني رأيت 11 كوكبا. وتجره بالإضافة، بالإضافة إلى فاعلها، أقول حسن الوجه. بهذا أكون إيه يعني شرحت المقدمة، ونشرح إن شاء الله الشرح. يعني أقول الخامس من الأسماء العاملة عمل فعل صفة مشبهة، وهي عبارة عما ذكرت. ومثال ذلك قولك زيد حسن وجهه بالنصب أو بالجر، والأصل وجهه بالرفع لأنه فاعل في المعنى. ليه فاعل في المعنى؟ كأنك قلت حسن وجهه، إذ الحسن في الحقيقة إنما هو للوجه، ولكنك أردت المبالغة فحولت الإسناد إلى ضمير زيد. حولت الإضمار عفوا، حولت الإسناد إلى ضمير زيد، فجعلت زيدا نفسه حسنا. هو الحسن أصلا لمولانا للوجه، صح؟ فهو حول الإسناد إلى ضمير الإيه؟ إلى ضمير العائد على الموصوف. فكأنه زيد نفسه هو اللي أصابه الحسن كله يعني، وليس الوجه يعني. يبقى هو يقول حقه أن يرفع الفاعل حسن وجهه، كأنك قلت حسن وجهه. صح يا شيخنا؟ طيب، فحولت الإسناد إلى ضمير زيد، فجعلت زيدا نفسه حسنا. وأخرت الوجه فضلة، وأخرت الوجه إيه؟ سمع يا شيخنا؟ سيدنا، لما أقول إيه؟ انتبه كده، زاد حسن وجهه أو وجهه. لو قلت حسن، أين فاعل حسن هو؟
كما قلت زيد حسن وجهه بالنصب، زيد حسن وجهه بالجر. خلاص، الأصل حسن وجهه، لأن الوجه هو الذي اتصف بالحسن، صح يا شيخنا؟ لكن المتكلم أراد المبالغة، فلما قال زيد حسن وجهه يبقى فاعل حسن هو. خلاص، يبقى انتقل الحسن من الوجه إلى زيد نفسه، جعل الصيغ زيد اتصف بالحسن عن طريق المبالغة، صح كده؟ أظن واضحة كده. طيب، وأنا قلت منذ قليل إن لو نصبت يبقى مشبه بالمفعول به، ولو رفعت على إنه فاعل، ولو جريت يبقى على الإضافة، صح ده؟ دي اسمها معمول الإضافة، معمول الصفة المشبهة فيها الأوجه الثلاثة، الرفع على إنه فاعل أقول حسن وجهه، النصب على إنه مشبه بالمفعول به حسن وجهه، لو قلت حسن وجها بالنكرة يبقى تمييز، لأن التمييز اسم نكرة منصوب، حسن الوجه أو حسن وجهه يبقى على الإضافة. خلاص يا شيخنا؟ طيب، وأخرت الوجه فضلة، لأن زيد حسن هو، بعد كده وجهه فضلة، فضلة لأنه مفعول به يعني، على التشبيه بالمفعول به، لأن العامل وهو حسن طالب له من حيث المعنى مش من حيث اللفظ، لأنه هو لا يتعدى. فهمت يا شيخنا؟ يعني إيه من حيث المعنى؟ لما قلت زيد حسن، طب إيش الحسن فيه؟ قلنا وجهه، يبقى طالب له من حيث المعنى، لكن المفعول يحتاج إلى، عفوا، الفعل المتعدي يحتاج إلى مفعول لأنه عشان يقع عليه فعل الفاعل، صح يا شيخنا؟ لأنه معموله الأصلي، ولا يصح أن ترفعه على الفاعلية، والحال هذه لاستيفاء الفاعل، يعني إذا جعلت حسن فاعلها ضمير مستتر يبقى لا يصح أن تجعل وجهه مرفوعة، لأنه قد استوفى فاعله، ماشي يا شيخنا؟ يعني لو قلت زيد حسن والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، هنا لا يمكنك أن تنصب وجهه، أن ترفع وجهه، لأن حسن استوفت الفاعل. خلاص يا مولانا؟ واضح يا مولانا ولا؟ واضح. طيب، وهو الضمير، فأشبه المفعول في قولك زيد ضارب عمرا، لأن ضاربا طالب له، ولا صح أن ترفعه على الفعلية فنصب لذلك، يعني زيد ضارب هو عمرا، لا صح أن ترفع عمرا، صح؟ لأن ضارب استوفت الفاعل يبقى عمرو مفعول. فالصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، يبقى هي تشبه اسم الفاعل المتعدي لواحد، زي وورث سليمان داود، ضرب زيد الولد، عشان كده سموها صفة ايه مولانا؟ مشبهة، هي المفترض تصاغ من اللازم، لكن لما جاء معمولها منصوبا أصبح مشبه بالمفعول. طيب، ومنصوبه يشبه مفعول اسم الفاعل، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا التقدير، ثم لك بعد ذلك أن تخفضه بالإضافة، وتكون الصفة حينئذ مشبهة أيضا، لأن الخفض ناشئ عن الأصح، عن النصب لا عن الرفع، لأن لا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه. خلاص، إذا الصفة أبدا عين مرفوعها وغير منصوبها، فافهم لما تضيف يا مولانا، لما تجر، ده ممكن بيسموه ايه؟ إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها، يعني حسن وجهه، زي ولولا دفع الله الناس. وتفارق هذه الصفة اسم الفاعل من وجوه، عايزين نفهم العبارة دي كويسة يا شيخنا، يعني الصفة المشبهة تفارق يا شيخنا؟ أيوة، أولا الصفة المشبهة لا تكون إلا للحال، ماشي يا مولانا؟ أعني به الماضي المستمر إلى زمن الحال، واسم الفاعل يكون للماضي والحال والاستقبال. اسمع يا شيخنا يا حبيبنا، لك شخص اسمه زيد صديق، لما تقول زيد حسن وجهه أو وجهه أو وجهه، الماضي يعني استمر الحسن في الماضي إلى وقت الحال، لكن وقت المستقبل يعلم ربنا، ما نعرفش يعني في المستقبل هل يظل وجهه حسن ولا لا، قد يصاب بمرض وجهه لا يصبح حسنا، صح يا شيخنا؟ إذا لأن الصفة المشبهة لا تكون إلا الحال، بعكس اسم الفاعل يكون للماضي والحال والمستقبل، صح يا شيخنا ولا لا؟ مظبوط؟ طيب،
يعني مثلا زيد ضارب أخاه أمس، أو ضارب أخيه أمس، يعني هنا ما نصبش يا مولانا، عشان لو نصب يبقى عايز الحال أو الاستقبال. ضارب أخيه أمس، ضارب أخاه الآن، ضارب أخاه غدا، صح؟ طيب، والثاني أن معمولها لا يكون إلا سببيا، معمول الصفة المشبهة لا يكون إلا إيه؟ إيه المقصود بالسبب يا شيخنا؟ أعني به ما اتصل بضمير الموصوف لفظا أو تقديرا. اسمع كده للمثال، زاد حسن وجهه هو، يبقى اتصل به ضمير يعود على الموصوف، هو ده اسمه سببي، بعكس الاسم الفاعل قد يكون معموله سببيا وقد يكون أجنبيا. فإذا قلنا مثلا زيد ضارب عمرا، يبقى ده معموله أجنبي. لما أقول ضارب أخاه أهو ده السببي، إن يكون يعني إيه اتصل به ضمير يعود على الإيه، على الموصوف. فهمت يا شيخنا؟ أي نعت السبب. زيت النعت السببي، أظن كده واضح. الثالث أن معمولها لا يكون إلا مؤخرا. شوف كده معمولها إيه، انتبه، زاد حسن وجهه أو وجهه أو وجهه، أين معمول الصفة المشبهة؟ وجه. المعمول يتأخر ولا يتقدم؟ لكن بعكس اسم الفاعل ممكن المعمول يتقدم، صح؟ ماذا تقول يا شيخنا في الصفة في أقول مثلا، انتبه يا مولانا، زيد ضارب غلامه، أقول زيد غلامه ضارب، صح يا شيخنا؟ واضح. الرابع أن يجوز في مرفوع النصب والجر، ولا يجوز في مرفوع اسم الفاعل إلا الرفع، صح؟ لا يجوز إيه يا شيخنا؟ في مرفوع اسم الفاعل، في مرفوع اسم الفاعل، يعمل ما لنا مثلا، ما ضارب زيد عمرا، مرفوع اسم الفاعل، يعني فاعل اسم الفاعل لازم يكون مرفوع، فلا يكون منصوبا ولا مجرورا، بعكس صفة إيه؟ المشبهة. ثم بينت أن الخفض له وجه واحد وهو الإضافة، وهو يا شيخنا؟ لما أقول مثلا حسن الوجه، يبقى أضفنا الصفة المشبهة إلى مرفوعها. أحدهما أن يكون فاعلا، يبقى إضافت الصفة إلى إيه؟ إلى مرفوعها. والثاني أن يكون بدلا، الخفض له وجه واحد الإضافة. طيب، وأن الرفع له وجهان، يعني لما أقول حسن وجهه، لماذا رفعت وجهه؟ على انه فاعل. او تقول وجهه بدل اشتمال، زي مثلا اعجبت الفتاة خلقها، صح يا شيخنا؟ او انه بدل بعض من كل، اعتقد بعض من كل، لان الوجه ده جزء منه، يعني يبقى ده بدل بعض من كل. ايما اقول مثلا اعجبني زيد وجهه، يبقى الوجه ده جزء من شيء، يبقى بعض من كل. واضح يا شيخنا؟ طيب، وأن نصب فيه تفصيل، أنا الحمد لله شرحت التفصيل ده يا مولانا. يعني إذا كان منصوب نكرة ففيه وجهان، أحدهما أن يكون منصوب على التشبيه بمفعول به. لما أقول مثلا زيد حسن وجها، يتقول مفعول به، يتقول تمييز، خلاص. الثاني أن يكون تمييزه معرفة، امتنع كونه تمييز وتعالى كونه مفعول به. زيد حسن الوجه، يبقى هنا مفعول مشبه بالمفعول به قطعا. خلاص يا مولانا، انتهى الوقت ولا لسه؟ نص ساعة. طيب، هذا والله أعلى وأعلم.